عدم وجود شغالة في البيت دي مشكلة. كل شوية واحد يتكشف عشان يفتح الباب. أهلا 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 أهلا. إيه الخطوة العزيزة دي يا أنكل طاطا؟ ما اسميش أنكل طاطا، أنا الأستاذ مطيع خلاف المحامي. أنا ما أقصدش حاجة، يعني إحنا عيلة يعني صنف صنف. اسمع يا أستاذ مبروك، أنا طول عمري راجل محترم ومحامي كبير، مش هسمح لأي حد مهما كان وتحت أي ظرف من الظروف إنه يهزقني في آخر أيامي. معاش ولا كان اللي يهزقك، إيه اللي حصل بس؟ أكيد في حاجة حصلت. تشكر تشكر شغالة التخلف دي، تشكر إنها عرفتنا على الحقيقة. حقيقتي؟ الحقيقة اللي أنت طول عمرك بتحاول تخبيها على الناس وتداريها ورا وشك البريء، وشك البيبي فيس. لكن أنا ما ينضحكش عليا، وزي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. ايه ده؟ هو انت عايز تطلق طنط رموز الحياة؟ مالكش دعوة برموز، انا عاوز فلوسي. انا مش هشتغل معاك، الميتين الف جنيه تجيبهم. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا مش هسمح ان انا اشترك بفلوسي في شركة غسيل اموال. انت عاوز تتاجر في المخدرات، انت حر، اعمل اللي انت عايز تعمله. كفاية ان انا هبقى راجل سلبي ومش هقدر ابلغ عنك، بس خرجني من الموضوع ده. مخرب بيتك يا تشكر، كتر خيرك. ليه مش قالت لك على الحقيقه؟ ده طلعتني تاجر مخدرات. كل الشواهد بتقول كده. شواهد يا راجل يا محامي يا بتاع القانون، المفروض تاخد بالشواهد ولا تاخد بالادله؟ ايوه، بس الشواهد في قضيتك ترتقي لدرجه الادله. اللي هي ايه دي؟ خطف تشكر ومساومتها بالمخدرات. لما كنت عاوز تتاجر في المخدرات زمان وتشكر بلغت عنك تعاطيك الكثير من المخدرات ووصولك لدرجة الهسهس، وأخيرا وليس آخرا ابن الراجل تاجر المخدرات اللي كان شريك مع أبو العيال وأمهم، عاوز إيه تاني أكتر من كده؟ معلش مضطر استحمل. كل اصحاب الرسالات الانسانية تعرضوا لمواقف لا تقل اطلاقا عن هذا الموقف. سعد زغلول اتنفى، مانديلا اتسجن، جميلة ابو حريت عذبوها وخدوا منها الموبايل. ايه؟ ومبروك شحاتة مبروك بقى تاجر مخدرات. بقول لك ايه، شغل الهبل ده انا مش عاوزه، انا عاوز فلوسي. اللي بيني وبينك عقد شركه، يعني في شراكه، يوم ما خل باي شرط اعمل اللي انت عايزه. لا ما يصحش، عيب قوي تخرج وانت بتنكد، احنا عاملين على العشاء سوسيس. انا متعود بالليل باخد كوبايه زبادي في الخلاط. براحتك يا طاطا. ما اسميش طاطا، انا الاستاذ مطيع خلاف المحامي. ايه ده ايه ده؟ انت هنا من امتى؟ من ساعة ما مراتك فضحتنا وراحت قالت لأهلها. هي ليه بتعمل كده؟ والله ما اعرف، مش عارف مش عارف. من فضلك يا مستر، انا مش عايزة تشكر دي انا خالص. معنى كده انك مش عايزاني انا كمان؟ لا ما اقصدش، بس انت بتستر علينا وهي عمالة تفضحنا، ما ينفعش. اطلقها؟ كنزي عيب يا كنزي، الكلام اللي انت بتقوليه ده الكلام ده ما يصحش. مستر مبروك هو الوحيد اللي واقف جنبنا. مش عارف مش عارف اعمل ايه. مستر مبروك انا عايزك تساعدني. اساعدك في ايه؟ تساعدني ان نعرف الحقيقه. انت ليه عايز تنبش في ماضي لو طلع ممكن يجرح؟
ليه بتدور على اللي بيتعبك؟ انا لو مكانك وشاكك في حاجة اقفل السكة دي خالص، انساها. افضل اني اعيش مخدوع على اني اعرف حقيقة ممكن في يوم من الايام تقلمني او تأثر على مستقبلي. اللي في ايدينا دلوقتي ان احنا ندعي لابوك وامك ان ربنا يغفر لهم ويرحمهم. يا رب يا مستر، يا رب.